بطوله مهمه طبعا للولاد الصغيرين. الدنيا اتغيرت شويه، قطاعات الناشئين اتغيرت شويه بشكل كبير جدا عن الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها. الامور بقت القاعده اتسعت شويه، قاعده الاختيار بقت متسعه اكتر من قبل كده. عندهم فرص كتير دلوقتي، بقى في سوشيال ميديا وفي انت جاي تصور اولاد عندهم 7 سنين و8 سنين و9 سنين، ودي حاجه كويسه جدا كانتش موجوده على ايامنا. مهم جدا ان هم ان احنا دلوقتي نبدا ان نربي ناشئين كويس بشكل كويس جدا، بالذات اولادنا، اولاد النادي الاهلي. ان ما ينفعش يبقى فريق النادي الاهلي ما فيهوش حد من اولاده. لو بصيت في تاريخ النادي الاهلي طول كل الفترات لازم يبقى في عندك لعيبه من اولاد النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه جدا. مهما اشتريت لعيبه كويسه ومهما جبت لعيبه كبيره وبارقام كبيره، ولكن لما يكون فرقه فيها اولاد النادي بتبقى الامور مختلفه جدا. يعني لا، هو احنا عندنا فرص على فكره، احنا هنتقدم، بس احنا يعني في 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 نقطه لازم في مرحله لازم نعديها، ولازم يكون في ثقه شويه في الجيل الجديد، دي مهمه جدا. ولازم يبقى كل واحد متاكد ان كل واحد هياخد دوره، مش يعني الموضوع مش حكر على حد، والموضوع مهم جدا. انك في بقى الكوره بقت بيزنس، والكوره بقت تجاره وحرفه، ولكن في نفس الوقت لازم يعني تبقى فيها روح الانتماء، وان انت بقى عندك بتنتمي لحاجه، وان انت بتحاول تأدي فيها بشكل كويس. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي نفسي الناس تبص لها بشكل كويس. كل الناس اللي قائمين على المنظومه في مصر، مهما كنت بتعمل بيزنس، ولكن وانت بتعمل بيزنس لازم تعمل حاجه كويسه، لازم تعمل حاجه بروفيشنال. الجيل الجديد اعتقد زي ما انت الاسماء اللي ذكرتها اعتقد عندها كتير جدا تقدمه، وكمان لما بيبقى عندها كم خبرات اكبر كمان هيبقى الامور مختلفه تماما يعني.